السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج هو والمجتمع. هو والمجتمع النهاردة جاي يتكلم من قلب الأسرة، جايبين طبعا النهاردة معانا موضوع في غاية الأهمية وموضوع غالي جدا في كل بيت. طبعا أول ما بقول كلمة غالي كله بيدور على إيه؟ يا ترى ذهب، يا ترى فضة، يا ترى العربية، يا ترى العمارة، يا ترى إيه اللي غالي؟ النهاردة هنتكلم عن الأبناء. الأبناء طبعا اي حد بيفضل ان يكون ابنه افضل منه بكتير. عشان نتكلم طبعا عن الموضوع دوت معانا فضيلة الشيخ عصام عثمان الباحث بالمعهد العالي للدراسات الاسلاميه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك، طبعا منورنا للمره الثانيه ببرنامج هو المجتمع. ده شرف لي، ربنا يخليك يا ودايما تعبينك معانا فاعذرنا بقى. معلش. لا لا، تحت امرك تحت امرك، جزاك الله خير. تربيه الابناء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. يقول الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى على لسان سيدنا زكريا: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. إذن الأسرة أو بناء الأطفال وتربية الأطفال أمر فطري وضعه الله جل وعلا في قلوب الناس، فما من نبي إلا وسأل الله جل وعلا الذرية الصالحة، وما من بشر عادي إلا وكان يتمنى على الله جل وعلا الذرية الصالحة. ولكن هذه مهمة وأمانة يجب أن نراعي فيها الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل راع مسؤول أمام الله عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول أمام الله عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة أمام الله عن رعيتها. إذن هي مسؤولية، ولكن كيف أو متى تبدأ هذه المسؤولية على الآباء اتجاه الأبناء؟ ذكر بعض الباحثين والتربويين في متى تبدأ التربية الأبناء، منهم من قال بعد العام الثاني من الولادة، منهم من قال في عمر الرابعة، ومنهم من قال في السادسة، ومنهم من قال هي بعد 4 شهور الأولى من الحمل، يعني بعد ما يبعث فيه الروح خلاص تم من 120 يوم يبعث فيه يبدأ نربي الأولاد. ولكن قول آخر يذهب إلى أبعد من ذلك، قال هو قبل الزواج. تربية يعني الأبناء قبل الزواج، لأن الخصائص وأسس التربية تبدأ عند المربي، هو القدوة والأسوة، وهو الأب أو الأم أو كلا الأمرين، أو الزوج والزوجة هم أصل بناء هذه الأسرة. فيجب علينا اختيار السليم والصحيح حتى تنبت هذه الأسرة نبتا حسنا، لأننا لو اختلفت المعايير سوء الاختيار يؤدي إلى سوء الإنتاج. سوء الاختيار حضرتك بتوضح اللي هو ضرورة اختيار الزوج والزوجة. والزوجة طبعا علاقة الزواج، لأن هم الأساس، هم البذرة، وهم الإناء الذي ستوضع في هذه البذرة ثم يخرج لنا إنتاجا شبابا وقادة للغد. يقول لو هنتكلم النبي عن الأسس بقى لاختيار الزوج أو يقول الزوجة. النبي صلى الله عليه وسلم من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه فإن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ونسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأساس والمعيار هو الدين. طب ليه الدين؟ قال: إن أحبها أكرمها وإن كرهها أحسن إليها. ويأتي الدين هنا ليس فقط مجرد الصيام الصلاة فحسب. دايما أركز، وأهم شرط أقول لكل أب وكل أم: أول حاجة تحب تسأل فيها اللي يجي تقدم لبنتك أو لابنك لما يروح، هي بتصلي ولا لا؟ هو بيصلي ولا لا؟ طب إيه علاقة الصلاة؟ إشمعنا الصلاة دون عن أي عبادة أخرى؟ لأنه من حافظ على الصلاة أول سؤال. أسأله: طب إيه علاقة الصلاة؟ إشمعنا الصلاة؟ اسمع إلى القرآن ماذا يقول الله جل وعلا عن الصلاة. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى إذن هيكون عنده أخلاق،
التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث أبي هريرة مرفوعة: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والصلاة ستنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال الله جل وعلا. عسى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند البخاري وغير حديث أبي هريرة: عسى أن تنهاه صلاته عن فحشاء. إذن هي دي اللي هتمنعه، هيبقى الوزع الديني عند الغضب الدين، هذا لا يرضي الله سيسكت، فإمساك بمعروف سيمسك على هذا. وهذا أيضا يقول بعض الناس: طب ما ممكن يجي يقول لي بصلي بس هو ما بيصليش. هقول لك: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. اسمع إلى قول ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، ماذا يقول؟ قال: إن للطاعة نور في القلب ونور في الوجه وقبول بين الخلائق، وإن للمعصية ظلمة في القلب وظلمة في الوجه ومقت بين الخلائق. يعني إيه الكلام ده بالبلدي كده؟ سعد بن أبي الناس: أنا استريحت له نفسيا، أنا قبلته في ارتياح، هو ده معنى. وفي الآخر: أنا مش مستريح له، مش حاسس اني مقبول. ليه؟ ما أعرفش. هي الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تنافر منها اختلف. هيبين لك ده. فيسأل الإمام الحسن البصري: يا إمام، وكان أسمر اللون، قضية مش قضية لون بشرة، أنت أبيض ولا لا، هي قضية نور الإيمان. يقول الإمام: يا إمام، نرى عليك من النور والبهاء والوضاء، يعني بسم الله ما شاء الله. فاسمع بقى، تلاقي كلام ابن عباس يأتي على لسان الحسن البصري فيقول: هذه وجوه قامت في ظلمات الليل فكساها الملك جل وعلا من نوره. أثر الطاعة هيبان في أخلاقه، في كلامه. أغلب الناس يقول لك: إيه، أنا هقابلك بعد صلاة الجمعة. طب بعد الصلاة هنتقابل نعمل كذا. هو ربط الميعاد بإيه؟ بالصلاة. هي دي دهم مشاغل. واحد تاني يقول لك: إيه الساعة 7 هننزل آخر النهار، هننزل بالليل. ما هو عادي برضو نفس الميقات هو، بس مين قلبه معلق بإيه؟ تكلم حتى بالصلاة. أعرفك. فأنت وإنت بتتكلم فهتلاقي دينه هو اللي مشغله، دينه هو اللي بيحرك. وكذلك الزوجة لازم عندها من الدين. طب ليه؟ لأنها الدين هو اللي هيحركها. بس للأسف الشيخ يعني وصلنا لمرحلة إن في اللي بيتظاهر بكده. نعم. بيتظاهر طبعا بالتدين ويتظاهر بكده، وهو للأسف لو إحنا دخلنا لجواه ما فيش الأخلاق اللي هو بيقول بيها. يعني هو بيتظاهر فعلا، وده يعني ظهر في الفترة الأخيرة. نعم. يعني إحنا ممكن عندنا حسن نوايا بحد بيتكلم قال الله وقال الرسول. نعم نعم. ولكن في الآخر بتتضح إن هو كذاب، بتتضح إن هو في حاجات كتير جدا يعني المفروض مش من أخلاق المسلم. حلوة. فهل إحنا نتعامل بحسن النوايا اللي جوانا؟ يعني هو ليس بحديث ولكن هي حكمة: المؤمن كيس فطن. لا، سهل أوي. نسأل أهل الخبرة، نسأل الآباء. إحنا سيدنا النبي ما ترك ذلك الشريعة ما جاءت إلا لتنظم للناس أمور حياتهم، ما تركت صغيرة ولا كبيرة إلا وجاء من هدي النبوة فيها أثر. سيدنا النبي علمنا نعمل إيه؟ صلى الله عليه وسلم. الاستخارة هو تفويض الأمر لعلام الغيوب سبحانه وتعالى: يا رب، أنا في واحد جاي لبنتي، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فأنت تعلم وأنا لا أعلم، فأنت علام الغيوب. يا رب لو اللي جاي دوت أصلح لي في بنتي ومالي. خلاص، أنت هنا بتفوض الملك جل وعلا في ذلك. دي حاجة. الحاجة ده دينه. بعد كده العرف، خذ العرف وأمر، وخذ العفو وأمر بالعرف. نطبق القرآن برضو، فالقرآن يقول لك العرف، نسأل عنه، اسأل عنه في شغله، اسأل عنه في بيته. في ناس بتيجي تقول لك: ايه هقول ايه، انا عارف اللي هو كده، بس يعني خلاص بقى علشان ما نبوظش جوازه، فيقول شهاده غلط. يعني حتى لو عرفت ان هو بيصلي لازم برضو موضوع ان انا اسال عنه. طبعا لازم. ما هو برضو ما فيش واحد يقول لي: ايه، طب يا عم الشيخ، ما في ناس بتصلي وبتشتم، في ناس بتصلي وبتعمل حاجات غير سويه، غير منضبطه، حاجات مخالفه للشريعه. هقول لك، هو في شرط بس نربطه مع الصلاه. لما نفتح اول سوره المؤمنون القران بيقول ايه؟ قد أفلح الذين هم في صلاتهم خاشعون. يبقى الخشوع في الصلاة هو اللي هيديك ثمرة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بس اللي بيصلي حركات وخلاص، هنا خلاص لم تأتي الصلاة بثمارها. دي حاجة. الحاجة التانية لما نسأل الناس عليه. الحاجة التالتة، أكيد اللي هيجي مش هجوزه تاني يوم الصبح. إحنا ليه بنعمل فترة زي اللي إحنا بنسميها فترة الخطوبة؟ مش فترة الخطوبة يا جماعة، يعني أنا أحاول أستغل هذا الميقات وهذا المنبر، مفاهيم يجب أن تصحح. إحنا يعني أنا أتكلم بلسان الحال، يعني هتنحى كده بقى إيه عن كلام الكتب والنظريات. ليه يا جماعة؟ أي واحد خاطب واحدة، وأنا بكلم الأباء والأمهات، أي واحد خاطب واحدة بيجي يقعد في الأنتريه، الأولاد برة بس ده خطيب أختك جوه، وممنوع، والأكل والشاي والجاتوه كل حاجة داخلة خارجة. يا جماعة لا يجوز شرعا أصلا.
ينفعش يقعدوا الاثنين لوحدهم خلوه، لا يجوز شرعا. ايه المفاهيم؟ اصله خطيبها، اصله بيجي يقعد معاها شويه، حب يفك. يا جماعه الكلام ده ليس من الشرع والدين. انا المفروض نقعد نتكلم، عشان وانت بتتكلم في امور ما انت هيبان شخصيتك في كلامك، طريقه كلامك، اسلوبك، تفكيرك، حتى في الامور العامه لابد ان يكون حد قاعد معاهم. طبعا لازما. ما هي كم والله من القضايا تاتي والله يعني يبكي الواحد فيها بدلا من الدمع دمع. والله يعني والله انا لما كنت سمعت ده بنفسي انا ما كنت صدقته. لما ناس بتشتكي اللي خطيب بنتك بيجي كل يوم في وقت بيجي الظهر، ايه الوقت ده؟ قال له خطيب بنتي ايه، انا بنتي مش مخطوبه. قال له ماما بتقول لنا ده خطيب بنتك وبيجي كل يومين ثلاثه بيجي الظهر، واحنا ده والدها اللي بيقول والدها انا مش مخطوبه، والناس بتقول له لا دي بنتك مخطوبه، مراتك اللي بتقول. فين الكلام ده؟ ليه؟ لان ما عندناش مفاهيم. الناس بتتعامل مع الزواج ان هو سنه الحياه، كاس وداير، شر لابد منه. مش هو ده اللي بيتقال في مجتمعنا؟ بيتقال للأسف. يا جماعه ذلك كلام مخالف للقران، مخالف لسنه سيد النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. مفاهيم يجب ان تصحح. الزواج دين، وحط تحتها ألف خط. الزواج دين، مش مجرد حالة اجتماعية اتنين بيتجوزوا لو ما عجبهمش والحياة ما نفعتش يلا نتطلق. لا، ده شرع ودين. الله جل وعلا لما تكلم عن هذه العلاقة يقول جل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. تكلم عن العقد الذي بين الرجل وزوجته. قال الله تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ده مسألة مش هينة، ده دين وشرع، زيه زي الصوم والصلاة. لو أنا صليت وصمت ربنا هيكافئني، ولو أنا ما صمتش وصليت وما أديتش ما علي من فرائض ربنا هيعاقبني وهيحاسبني. كذلك الزواج، اوعوا تتعامل مع الزواج اللي هو عادة وخلاص، هي دي سنة الحياة والمجتمع. طيب أول حاجة قلنا إن إحنا هنسأل عن الصلاة، عن الصلاة بعد كده إن إحنا المفروض إن إحنا هنبدأ إن إحنا نسأل عنه هو في شغله، في منطقته شغله. ليه؟ سيدنا عمر لما جه يسأل عن أحد الناس فقال أحد قام أنا أعرفه، قال هل سافرت معه؟ قال له لا. أنت سافرت معه؟ لا. طب اشتغلت معه في تجارة في مال حتى تعرفه؟ هنا بيبان الناس، يعني في الغربة بيبان معادن الناس. خلاص ليه؟ أنا بلد مش حد يعرفني فيها، فخلاص فما فيش رقيب علي، انا في مكاني وفي منطقتي ومكاني، لا اراعي نظره الناس وبيبصوا لي، فلازم اتني في وضع ما وفي هاله معينه. بس في بلد غريبه انا هنا ايه، بحس اللي مرفوع عني الحياء في مساله ما او مرفوع عني القلم فيها، وهذا طبعا غير صحيح، بس انا حاسس ان شيء من الحريه. ففي السفر بيبان. وعند معامله المال، انت مالك تعاملت معه في دقالة. قال فانك لم تعرفه، لازم نسأل عن ده. في مجال عمله هو أكتر الوقت اللي بيقعد فيه، أنت بتقعد في شغلك أكتر بتقعد في بيتك، فبيبان بقى لحظات السعادة، لحظات الغضب، لحظات الرضا، لحظات الانفعال، فبيبان. وقت غضبك هو ده المهم اللي بنسأل عليه، فهنشوف وقت الغضب أنت حالك إيه؟ هل تلتزم بالقرآن؟ من هو الشديد بالسرعة؟ مين أقوى واحد كده يا رسول الله؟ قال الذي يملك نفسه عند الغضب. مش السرعة اللي أنت تضرب فلان وتصرعه على الأرض، هي دي القوة، مش دي الرجولة اللي سيدنا النبي علمنا عليها، لا، اللي انت تملك نفسك عند الغضب. لما تلاقي الدنيا لا اسكت، فالسكوت اولى في مناطق معينه. بعد ما هناخد السؤال عليه، وبعد استخاره الله اولا ثم السؤال عن في بيته وسط الناس وفي عمله، ان شاء الله لقينا المبشرات نتائج الاستخاره. علشان برضو يعني من بعض المفاهيم التي يجب ان تصحح، يعني ناس كتير فاكره الاستخاره لازم احلم أشوف رؤية بالليل ولاقيه جاي بقى على حصان أبيض فأبيض ويبقى كده الجوازة. لا يا جماعة، علامات الاستخارة وقبول الاستخارة هي أن ييسر الله جل وعلا لك الأمر، الأمر مش الحمد لله والأمور ثانية. ولو الأمر غير مقبول هتلاقي الأمور بتتعرقل كل شوية، وعلى حاجات بسيطة ساعات تقول لك ده حاجة بسيطة هي ليه، فتلاقي لا لا أنا خلاص نفسي قفلت، أنا مش هكمل. فالاستخارة علامتها اللي هي ييسر لك الأمر أو اللي الأمر يمتنع أو يقف عليه. هو الأمر بدل أنت فوضت فيه ربنا سبحانه وتعالى، أول ما لجأت إلى باب الله سبحانه وتعالى فلن يخذل الله جل وعلا عبده فيها. المفروض أن أنا ما زعلش في حاجة زي كده، أن طالما أنا استخرت ربنا وربنا ما يسترش. طيب لقدر الله يعني دخلت وخدنا بالأسباب وبعد ذلك العشرة خلاص استحالت العشرة بيننا، خلاص العشرة بيننا كده هتضيع، فخلاص. فالله جل وعلا شرع لنا حينئذ الطلاق، فقال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف اسمع أو تسريح بإحسان. الإحسان أعلى من المعروف،
يعني لما انت تمسك على زوجتك ده معروف كويس، عملت بالاصل والعرف والمعروف والطيب. ولكن لو انت هتطلق، في ناس يقول لك لا لا، انا لازم اخسره الجلد والسقط، انا لازم اعرفه قيمه بنتي، ده انا همرمطه في المحاكم، ده انا هعمل وهعمل وهعمل. لا لا لا، الله جل وعلا يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. تعاملوا مع الزواج والطلاق اللي هو شرع ودين، يوم مرائب ربنا فيه اكيد كل خطوه انا هذهب اليها لازم اسال ربنا، هسال القران، هسال في السنه، ما قول النبي في هذا. ولو انت فعلا من اتباع سيدنا النبي هتنفذ كلام سيدنا النبي علشان تحيا كما قال الله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. فنستجيب الى القران والسنه، والله طلق النجاه فيها، وهو اسلم طريق واقصر طريق وافضل طريق، هيسر على الناس. عشان الاختيار لو كان سيئا سيكون النتاج من خلال هذا الزواج السيء سيكون ابناء في مرحله لا يرسلها. تمام. طيب احنا كده قلنا اختيار الزوج والزوجة، والزوجة. على المعايير هذه، وطبعا معايير كثيرة، ولكن أنا أخذت يعني إيه أسرع الأمور وأسهلها وأبسطها للناس. يعني طب أنا ما عنديش خبرة قوي، يعني سيدي دي مش محتاجة بقى خبرة، أنا اديتك الروشتة السريعة ديت اللي أنت تمشي عليها. واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ليه الناس الكبيرة دي بنسألها؟ هم عندهم من الخبرة، عندهم من التجارب، هيكون عندهم أكثر من هذه الأمور، فهتقدر تستفيد بخبرتهم في هذا المجال. والله جل وعلا ييسر الأمر. في اتصال تليفوني معنا. تفضل. ألو، السلام عليكم. ألو. ألو. أيوة يا فندم. أيوة أنا صفا، عاوزة أسأل حضراتكم سؤال وأدعي لكم. اتفضلي. أسأل على ماذا يفعل الإنسان في يومه من أعمال الدنيا والآخرة ليكون من أهل النجاح والتنشئة السليمة. سؤال ممتاز. و... ايه تاني يا فندم معاك؟ عاوزه ادعي بس لحضراتكم. طب طيب يا. شكرا، شكرا لحضرتك، جزاكم الله خير. سمعت السؤال يا فضيلتي. هي جامعه الدين كله، او عايزه كل ما ينجي العبد ويدخله الجنه. المسألة هو ده طبعا خارج السياق، ولكن لابد ان احنا ان شاء الله نجيب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. هي السؤال طبعا محتاج له حلقات علشان نجيب عليه، لان المساله مش كلمه وبس. في السؤال هي ايه اللي هينجيني، ايه اللي نعمله من اول ما اصحى من النوم لغايه ما انام، ايه اللي نعمله يرضي ربنا علشان اقدر اخش بيه الجنه. اعمل الدنيا وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا. اجمع من الاثنين، الدنيا والاخره. انا اعمل ايه؟ اعرض نفسك على القران اول ما بتصحى من نومك. سيدنا النبي كان بيعمل ايه؟ صلى الله عليه وسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني. في كتاب صغير كده، مطوية صغيرة، حصن المسلم، في مجموعة كده مختارة من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم في يومه وليله، من أول ما سيدنا النبي كان بيصحى لغاية ما سيدنا النبي يرجع مرة تانية إلى فراشه. ويمكن كان من زمان كنت دايما كده في لقاءات الجمعة والدروس كل الناس يا جماعة على كل مسلم أن يتعلم فقه اليوم والليل. أنا مش محتاج تتعلم كل علوم الشريعة يا أخي، أنا كل اللي محتاجه منك من أول ما تصحى من نومك لغاية ما تنام المرحلة دي، شوف سيدنا النبي كان بيعمل إيه وقلده، شوف سيدنا النبي كان بيطبق إيه وطبقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديثه عند الترمذي وغيره: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لا يكلف الله تعالى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. خذ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعينك على الطاعة، خذ من سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعينك على مقربة الله سبحانه. أول أمر تقوى الله، وهي الخشية من الله جل وعللا، رائب ربنا في السر والعلن. كلنا حافظين حديث سيدنا جبريل الطويل، حديث سيدنا عمر عند البخاري، لما جه سيدنا جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان، فقال له الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فهو يراك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا أشوف سيدنا النبي عمل إيه، أنا هاخد عليها ذكر. تعالوا نجمع شوية حسنات كده بدون مجهود، تجمع أول ما تستيقظ ذكر لله جل وعلا، خلاص أنت استيقظت. أنا هخش إلى خلائي كأي أحد، والناس طبعا بيعودوا ينتقدوا المسلمين يقول لك أنتوا لسه بتتكلموا، نخش الخلاء باليمين ولا بالشمال؟ يا سيد الفاضل، في امور عادات كده نحل المساله بسؤال بسيط او باجابه بسيطه تريح كل الناس. يعني يا جماعه الامور بسيطه، هذه عادات فعلها النبي: من التشبه باهل الفلاح فلاح. انا يا جماعه بخش زي اي الناس كلها بتخش الخلاء، انت عايز تخش بالشمال تخش مين براحتك،
بس أنا حبيت أقلد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة، فخلاص ما تنكرش علي. أنا بقول للناس يا جماعة، من أحب أن يتشبه بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم فليتشبه. ده الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا بيحاولوا يشوفوا سيدنا النبي حتى الأمور عادية حياتية بسيطة، يعني غير مطالبين أن يقلدوا فيها النبي أو يتبعوا فيها النبي، يعني الأمور العادية الجبلية التي فيها، ولكن مدى الحب والاتباع لسيدنا رسول الله يبين لك ده. صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أحد الناس اجلس في المسجد، فيقول لابن عباس أو ابن مسعود سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول اجلس وهو في الشارع، فجلس. فسيدنا النبي خلص فخرج فلقاعد في الشارع، قال يا رسول الله سمعتك تقول اجلس فجلست. يا جماعة الخطاب مش لده، بس انظر مدى الحب. سيدنا ابن عباس رضي الله عنه بيعدي في صحراء فيروح موطي كده وهو راكب الدابة ويعدي. طب ده احنا في صحراء بتوطي ليه؟ أصل المكان ده كان فيه شجرة، وسيدنا النبي هو بيعدي فكان غصن منها غضي، فسيدنا النبي طقطق رأسه ومر من ايه؟ من تحتيه. فابن عباس رضي الله عنه وأرضاه فبيعدي فيقول لك ايه؟ حبيت أقلد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بصوا الاتباع لسيدنا النبي في أمور مش محتاجة، هو بيان الحب لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضحك فيه، فيقولوا له انتم مش هتسألونا بضحك ليه؟ قالوا لما تضحك يا ابن مسعود؟ قال اضحك لضحك رسول الله. اصل سيدنا النبي هو كان بيقولهم الحديث ضحك النبي فقال لهم كده، انتم مش هتسألوني انا بضحك ليه؟ فقالوا لما يا رسول الله؟ قال اضحك لضحك الملك جل وعلا، وبيكلموا عن اخر رجل يدخل الجنه، فيدخل الجنة فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع يا رب إنها ملأة، قال عمدي أدخل الجنة أبو الرحمن، فيدخل فيخيل إليه أنها ملأة مليان على الآخر فيش مكان يا رب، قال عبدي أترضى أن يكون لك ملك ملك من ملوك الدنيا؟ قال إيه ربي؟ قال ولك عشر أمثال. فقال إيه ربي؟ أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فضحك الملك جل وعلا من قول عبدي، قال لا يا عبدي لا أستهزئ بك ولكني على كل شيء قادر. طبق سيدنا النبي أكثر من الصلاة، وأختم في النقطة دي وكلام طويل طبعا، بس طب ناخد اتصال الأول عشان طولنا عليك. ألو السلام عليكم. ألو اتفضل يا فندم معاك. أيوة يا فندم ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. لو سمحت كان عندي سؤال لفضيلة الشيخ. اتفضل يا فندم. اتفضل يا أستاذ. أنا ابني في سنة أولى ابتدائي بس هو ولد وحيد، أنا باجي أذاكر له مرافض المذاكرة خالص ورافض التعليم أساساً، يعني بحاول معاه كل الطرق فمش عارفة. رافض التعليم خالص؟ أي وقت بيجي أذاكر له فيه بيفضل يعيط، بفضل أقول له اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قول ورايا قرآن، أي حاجة مش عايز، مش رافض التعليم خالص طول الوقت، ما بخلوش يلعب، بتفرج على برامج الكرتون الأطفال زي أطفال كتير، بس برضه بيحب إن هو أكتر وقته. طيب فضلت الشيخ بيقول لحضرتك هو بيتفرج على كرتون وكده زي مثلا زي اطفال كتير؟ لا هو منطوي شويه، هو منطوي قوي. طيب هو في اولى ولا هو لسه داخل سنه اولى يا فندم؟ هو طالب سنه ثانيه ابتدائي. تمام، طيب هيجاوب عليك ان شاء الله فضلت الشيخ، شكرا لحضرتك. طبعا هي سبقت يعني كنا احنا حاطين ده احنا لسه في اول، بس احنا لسه النشأة هتبقى ازاي يعني، بس برضو تمام. هنجيب على ما احنا كده هنحرق الموضوع. ممكن ايه نديها روشته بسيطه كده تمام، وبعد كده ان شاء الله التفصيل هيكون في لقاء في وقتها ان شاء الله. ان شاء الله روشته بسيطه ليها. التعليم زي ما كنا هنبين، اللي انا اعلمه بالثواب والعقاب، اللي انا احببه في الشيء، مش كل حاجه زعيق، مش كل حاجه بالضرب، ابتدي ان انا احببه في الشيء ده، ابتدي ان انا احاول ان انا ممكن لو هو منطوي من الشخصيه المنزويه ممكن اسال اهل الاختصاص من الدكاتره النفسيين والاخصائيين النفسيين اللي هم هيبتدوا يحطوا لك ايه طريقه المعامله للاطفال اللي هم بيبقى عنده ضعف في الشخصيه. ده هتلاقي حضرتك اللي احنا ممكن بنبقى اتعاملنا معاه في بدايه الامر بالزعيق او بيشوف حد دايما بيزعق جنبه، فالولد دايما بيصاب بشيء من ضعف في الشخصيه، ودي من الامور اللي كنا ان شاء الله نتكلم فيها، اللي احنا ساعات بنفعل من الامور او بنقول بعض الكلمات دي بتؤثر بالسلب على تكوين شخصيه الاطفال، فبتخلي شخصيته ضعيفه، بتخليه منطوي، بتخليه ما عندوش القوه والجراه، فدايما يبقى يخاف، يوكي بيتكلم في امور عاديه بصوت عالي، يجي يتكلم في امور خاصه او في التعليم ولا بتاع فتلاقيه خايف، خايف اقول لا اغلط. انت علميه بالحب، علميه بالثواب، علميه بالعقاب، علميه اللي هو لو انت عملت ده انا هجيب لك
اللي انت بتحبه، وممكن اللي هو مره باثنين وثلاث لا خلاص انا زعلانه انا همنع عنك ده. لو هو مثلا بيحب الكرتون انا همنعه، لا بيقعد يلعب على الموبايل انا هشيله، هو مثلا بيحب بتقول لحضرتك ان هو منطوي تماما. ما هو الانطواء يعني هنا هنسال فيه بقى اهل الاختصاص، لان المساله هنا خرجت عن العاده. فهنا ليه؟ فيبتدي هو هيتعالج الناحيه النفسيه عنده ايه اسبابها، لان ساعتها هيضطر يتعلق بك، هيسال الام بعض الاسئله. وفي ملاحظه بس ان هي بتقول لك هو ابن وحيد، ما هي مالهاش علاقه، ثانيه ابتدائي يعني. ما هي النقطه، ما هي بقى النقطه، الاختصاص هيعمل ايه؟ انت بتتعاملي معاه ازاي؟ في ناس بتدلل الاطفال لدرجه اللي هو على الصعيد الوحيد، ومثلا ده انا ما جايبه بالعافيه، ده احنا بقالنا سنين عقبال ما ربنا رزقنا، او احنا مثلا ربنا زي ما بيكون في طفل تاني بيبقى فيه تفاعل، فممكن بيحل جزء من الجزء ده. ما هي الاخصائيه او الدكتور الاخصائي هيبتدي يقول لها تعمل هي معاه ايه؟ ايه طرق العلاج؟ ممكن اعمل ايه؟ احطه في حضانه، ابتدي اوديه النادي، اشركه مع مجموعه من زمايله، ابتدي انا احاول اخليه يتفاعل مع الناس، يبقى عنده شيء من الاجتماعيه في 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 المعامله بتاعته، هتتغير ده، بس بدل هو الشخصيه بكناحيه طبيه اكثر، فهيكون اهل الاختصاص في المساله دي هيكون فيها ده، لان احنا طبعا المرحله فبتتكلم في اولى او ثانيه، يعني بنتكلم في 8 سنين 7 سنين، فلا ده احنا دخلنا في مرحله التمييز، علموهم لسبع واضربوهم عليه لعشر، فهو عنده شيء من التمييز، او يعني الادراك ابتدى يتكون شيء من الادراك عنده. بس اللي هي بتقول الانطواء، فيبقى اهل الاختصاص في ديت يبينوا لنا ان شاء الله ايه الاسباب، وهي هتعينه ان شاء الله تعالى. طيب هنرجع بقى لموضوعنا. اتفضل. كده اتكلمنا في اول نقطه اللي هو اختيار الزوج والزوجه. الزوجه ان احنا لان دي البيئه طبعا، او ده النواه اللي هيطلع منها كل حاجه. تمام. ايه ثاني يا فندم؟ هنيجي بقى ايه القصص والخصائص. طب احنا ربنا رزقنا باولاد الحمد لله، واخترنا زوجه كويسه، وربنا كرمنا وزوج كويس، وربنا انعم علينا بالذريه الصالحه. انا اربي الولد اللي جاي ازاي؟ هيبدا معاه من دايما، كلنا دايما نتكلم حقوق الاباء على الابناء، والدي ليه حق عليا، فنقعد نتكلم وعدم العقوق وكذا وكذا. طب هل الابناء دي ملهاش حق؟ لا، ليها حقوق. من حقوق الابناء بقى عن الاباء، المفروض بقى انا ليه حق عند والدي ايه؟ اول امر اختيار الزوجه الصالحه، يا ابن الحمد لله اخترت لك ام صالحه. تاني حاجه اختيار اسما طيب، وسيدنا النبي ده تلاقيه من هدي صلى الله عليه وسلم، لما كان يسال عن احد الصحابه ما اسمك، خلاص فيغير له ايه اسمه لما يلاقي اسمه كذا، يعني سيدنا الحسن والحسين كان اسمه صخر وحرب، فسيدنا النبي غير اسمائهم، قال بل هذا الحسن وهذا الحسين. طبعا في فرق عام ما بين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، هم مش توأم يعني، في ناس فاكرين ان هم اثنين من ضروره بس، ولكن ده فسيدنا النبي كان بيغير اسم الحسن، وان يعلمه من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو انا ما عنديش الامكانيه للتعليم، يبقى انا اهيئ له البيئه اللي هو يحفظ ويتعلم حتى يكون له ذلك حسن. هتبدا اول مراحل التربيه، قلنا من خصائصها المربي، القدوه، الاسوه. هخلي القدوة والأسوة عندي في أول حاجة في اختياره اسمك. أنت اسمك إيه؟ أنا مسمي ابني محمد، أنا مسمي ابني علي، أنا مسمي ابنتي فاطمة، مسميها مريم. أربط اسم ابنك بقدوة واحكي له عنها. يبقى أنا هنا أنا سميتك محمد علشان تبقى فضيلة الشيخ سنة. عشان كمية المكالمات طبعا الحلقة دي غير عادية. طيب معنا ولاء من كفر الشيخ، أهلا وسهلا بحضرتك. استاذة ولاء. السلام عليكم. استاذة ليلى، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. اتفضلي يا فندم. لو سمحت، انا بنتي كانت مخطوبه، كنت خطيبها سابقا. تمام. فعملنا قاعده، فالحاجه الشبكه طلعت لينا. ايه ايه؟ لا معلش نعيد تاني، معلش. عملنا قاعده والشبكه الشبكه طلعت لحضراتكم. تمام. بنتي كانت مخطوبه فخطيبها سابها، فعملنا قاعده فالشبكه طلعت لي نفسي، لا هي. تمام. فهي دلوقتي بتقدم لها عريس ثاني، هل هي حرام ان احنا اكدناها ولا ردها له ثاني فلوس او ذهب؟ طب سؤال بس هنا، استفسار يا يومي، هو الناس اللي عملوا قاعده دي وحكموا ان انتوا من حقكم الشبكه دي، حكموها على ايه؟ هل هي كانت مثلا مهر ولا خطوبه ولا شبكه عاديه؟ لا كانت ذهب، كانت ذهب، شبكه ذهب. ايوه، هو بيقول لحضرتك الحكم يعني، إيه هم حكموا بناء على ايه؟ قالوا لا دي من حقكم. علشان ايه؟ عشان هم طلبوا الطنيه، هو اللي طلب وفشكل هو، فبناء عليه خلاص بدل الخاطب او الزوج دوت هو اللي فشكل، فالزوجه طيب. او المخطوبه هي اللي بتاخد الشبكه، صح؟ ولو انتوا اللي فشكلتوا هو بياخد حقته، صح؟ ايوه صح. يبقى هو احنا حكمنا بالحكم ده، صح؟ ايوه حضرتك. طيب اجاوب بقى امي. شكرا شكرا لحضرتك. هذا الحكم لا يجوز شرعا وحكم باطل ولا يجوز،
المفروض اللي الخاطب بياخد الشبكه بتاعته كامله مكمله، حتى لو هو اللي مفشكل، هي اللي مفشكله، مش مهم مين اللي فشكل العلاقه. امتى نقول امال ايه طبيعه؟ طالما هو اللي هيمشي يبقى كده. ما هي ما انا عشان كده سالت، قلت هو طبيعه الحكم ايه؟ مجرد اللي هي شبكه عاديه ولا كانت من المهر؟ يعني كان كاتب كتابه وده مهرها، جزء من المهر، فليها الحق اللي هي بتاخد النصف قبل ما يدخل بيها. لا دي من باب الهدية، شبكة وهدية، فالشبكة ترجع تاني مرة تانية إلى الخاطب حتى لو هو اللي فشكل. الحاجة الوحيدة اللي مترجعش المستهلك، الطعام الشراب، ده أنا كنت عزمتها، ده أنا جبت لها هدية وأتلفت، ده اللي ما بيرجعش. بس الشبكة ده بيبقى شيء من الجزء اللي احنا إن شاء الله هنخليه المهر، فاحنا لسه ما عقدناش، فنقول لها لا يا أمي الشبكة بتبقى من حق الخاطب هنا حتى لو في الحاله دي يا فندم فشكل. ترد يعني رد ذلك ولو هو جاء لك لا خلاص انا مش عايز او وعفى، فخلاص هو سامح بنيه، بس هو لو كده ترجع له يبقى من باب اعطاء كل طيب دي حقها. معانا اتصال ثاني استاذ محمد عزت السعداني من المنوفيه. استاذ محمد اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ محمد. احنا انا محمد عزت السعداني من قرية سرسموز الشهداء منوفية. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم في برنامج هو المجتمع. المشكلة موضوع الصرف الصحي، بقالنا 10 سنين أو أكتر برضو ماشيين في موضوع الصرف الصحي، وآخر سنتين جالنا عضو مجلس الشعب اللي هو إبراهيم خليف. من غير ذكر أسماء يا فندم، بس من غير ذكر أسماء. تمام، جالنا عضو مجلس الشعب وقال هينقلنا من موضوع الحكومة بتاع الصرف الصحي وهننتقل على مشروع الميجا للبنك الدولي، قرض البنك الدولي. يعني هو يا فندم الصرف استاذ محمد، الصرف الصحي ده معمول ولا مش معمول يا فندم؟ نعم، هو موجود ولا مش موجود خالص صرف في القريه؟ لا ما عندناش صرف صحي، الصور عند حضرتك توضح، ما عندناش اي حاجه واحنا في قريه معدمه، فدخلنا تبع البنك الدولي من القرى الاكثر فقرا. طبعا هو الاستاذ محمد كان تواصل معانا عن طريق البرنامج وكان باعت لنا صور وهتتعرض قدام حضراتكم ان شاء الله. اتفضل يا استاذ محمد. تمام. المهم احنا دخلنا في البنك الدولي وقالوا لنا انتوا كل الورق بتاعكم سليم وهنبدا نشتغل، وعليها بقى لنا سنتين اثنين مستنيين الاستشاري يجي يشوف الارض اللي احنا هنشتريها، واحنا جمعنا تبرعات من البلد اكتر من 1.5 مليون. فدلوقتي انا بقالي سنتين جامع التبرعات دي انا واللجنه اللي مكلفه بالموضوع ده. يعني حضراتكم حضراتكم مجمعين التبرعات وجاهزه للمشروع؟ كل حاجة جاهزة، والأرض الزراعية الأرض اللي هيبني عليها المشروع جاهزة، وجات عليها 30 معاينة، معاينة من الإسكان ومعاينة من الطب الوقائي ومعاينة من الصحة. طب المشكلة عند المشكلة عند مين يا فندم؟ محطة صرف صحي. أيوة فاهم، أنا بقول لحضرتك كده، أما الأوراق بتاعت حضراتكم جاهزة والتبرع جاهز والأرض جاهزة. الأوراق جاهزة، ورحنا الوزارة قالوا لنا أوراقكم خلصانة، ورحنا شبين الكوم للمهندس اللي ماسك الصرف الصحي قال لنا انتوا كده ورقكم خلصان، بس احنا مستنيين الاستشاري، الاستشاري ده بقى لنا سنتين مستنيينه. فانا الاستشاري ده خاص يا فندم، خاص بالوزاره ولا خاص بايه؟ ولا بالمحافظه نفسها؟ الو، يعني انت حضرتك لو هتوجه المشكله هتوجهها للمحافظ نفسه، محافظ المنوفيه ولا مين يا فندم؟ ايوه، توجهنا للصرف الصحي بالمنوفيه وتوجهنا بالوزاره نفسها في القاهره. وقالوا لنا انتوا ورقكم خلصان وفي المنوفيه، المفروض المنوفيه تخلص لكم الموضوع ده. رحنا المنوفيه وجالنا لجنه من الوزاره نفسها، جت قعدت معانا وقالت لنا ان القرض ده بيعد عليها فوائد. طب القرض بيعد عليك فوائد بقاله سنتين اثنين، انت راكله ليه وما جيتش تشتغل؟ انا حاجتي جاهزه وفلوسي جاهزه وكل حاجتي جاهزه. كان الرد يا فندم، الرد عن تعطيل السنتين دول في ايه يا فندم؟ بقول لحضرتك الرد كان ايه اما انتوا رحتوا قدمتوا الشكوى دي؟ احنا قدمنا شكوات كتير، قدمنا شكوى للوزاره وقدمنا شكوات في كل مكان، فما لقينا البرنامج بتاع حضراتكم بيناقش الموضوعات دي، فقلنا نروح لحضراتكم يمكن حد يسمعنا، بس احنا عايزين حد يسمعنا. لو حضرتك شفت الصور وشفت صور البلد طب بص يا استاذ محمد، انا همشي معاك واحده واحده. حضرتك بتقول الارض في تبرع ليها ومعاكم الاوراق بتاعتها، صح كده؟ وفي تبرع الفلوس نفسها اللي هيقوم بيها المشروع، اللي هيتقام بيها المشروع، التبرعات دي موجوده مع حضراتكم من سنتين، صح كده؟ موجوده. طيب احنا عايزين نعرف بقى العطله حاليا منين؟ انت بتقول ان الاستشاري من شبين، من هيئه الصرف المياه شرب والصرف الصحي، بقى لنا سنتين اثنين مستنيين استشاري، بيقولوا احنا معانا 8 استشاريين
لازم يرسل عطا على واحد. طيب انتوا حضراتكم الوزاره كامله مش قادره تختار استشاري يجي. انتوا حضراتكم عاملين لجنه يا فندم للموضوع ده ولا هو واحد موجود بس؟ موجود. لا لجنه. عندنا لجنه. تمام، وهي اللي معاها الفلوس وهي اللي معاها الاوراق وكل حاجه. معانا كل حاجه، وانت عارف حضرتك ان احنا ارياف. طيب اخر مره توجهتوا انت يا فندم لمياه الشرق؟ ولمين المبلغ ده بقاله سنتين معانا الناس واكله وشنا، يعني الفلوس راحت فين؟ انتوا بتعملوا ايه بالفلوس؟ وزعوا الفلوس؟ انا خايف اوزع الفلوس النهارده الاستشاري يجري بكره. ما اعرفش اجمعها تاني، انا عايز حد يتحرك معايا. طب انتوا يا فندم ما توجهتوش ليه يا فندم للمحافظ يا فندم؟ المطلوب ان احنا عندنا الارض 20 ايراد طلبوها مننا اشتريناها، وارض اللي هي محطه الرفع موجوده تبرع من اهل البلد. استاذ محمد انتوا ليه ما توجهتوش؟ انت حضرتك بتقول ان في لجنه يا فندم، ليه ما توجهتوش لسياده المحافظ يا فندم، محافظ المنوفيه؟ روحنا برضو للمحافظ، والمحافظ قال كل حاجه ماشيه تمام، وانتم موضوعكم مع هيئه المياه والشرق والشرب والصرف الصحي. تمام يا استاذ محمد. طبعا احنا بنوجه طبعا صوت حضرتك طبعا لمحافظ المنوفيه وشركه المياه والصرف الصحي فندم بشبين. شكرا شكرا يا استاذ محمد. ده خارج موضوعنا طبعا يا فضيله الشيخ، مالكش انت اجابه. انت ما عنديش اجابه على ده. تمام يا فندم، هنرجع لموضوعنا تربيه الابناء. قلنا هنختار اول اسوه القدوه في الاسم. انا ليه بسميك الاسم ده؟ واربط الاسم بقصة. أنا ليه سميتك محمد؟ علشان تبقى زي سيدنا النبي، وده اللي هيخلينا مثلا لما نيجي نستغل هذه النفحات التي تأتي علينا على مدار العام. يعني يجي علينا مناسبة عام هجري، دي هجرة سيدنا النبي، أنا سميتك محمد عشان تبقى زي سيدنا النبي. شوف سيدنا النبي عمل إيه لما خرج من مكة للمدينة، يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل. يبقى أنا هنا بربطه ارتباط روحي وارتباط عاطفي وقلبي بهذا الاسم. اسمه بقى ليه قدوة، اسم بقى ليه معنى. سميتك عمر عشان تبقى زي سيدنا عمر، احكي له كل يوم شيء من ترجمة سيدنا عمر ومن حياة سيدنا عمر. انا سميتك فاطمة ليه؟ علشان تبقي زي ستنا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشبه الناس سمتا ودلا ومشية بالنبي صلى الله عليه وسلم. اكتر واحدة اشبه واحدة حتى في مشيت ستنا فاطمة كانت اشبه بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يزمن الاسم يقول لي معنى. في بعض الناس بتختار اسماء تبقى انت عايز كتالوج علشان تنطقها. طب ايه المعنى؟ ايه المقصود من التسمية؟ مفيش هنا معنى في التسمية، الاسم. التفت لهذا المعنى. تاني مرحلة او تاني اسس التعليم بالموقف والحدث. اللي انا ما عديش الامور عندي كده، اللي انا اعلم اولادي بموقف ما. مثلا احنا مر علينا هيمر علينا مولد النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اليوم ده الناس كلها مرتبطه بالحلوى، طب ليه انا مربطوش؟ اللي انا اعرف الناس واعرف ابنائي من هو رسول الله. ولد النبي صلى الله عليه وسلم وكان من هديه كذا وكذا، أعلمه بالموقف والحدث. سيدنا النبي كان بيعمل كده. يمر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقد تاه لامرأة لها ولد صغير في الأسر، ابنها كان في حرب والناس اتأسرت، فابنها الرضيع صغير تاه في الأسر مش لاقياه، قاعدة تدور عليه وقلبها ينفتر على هذا الولد. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما الام ديت لقت الولد خديجة. طب هستأذنك يا فضيله الشيخ، هتروح بس الفاصل صغير وهنرجع تاني. طيب. فاصل وهنرجع لحضراتكم تاني، فاصل صغير ان شاء الله. ورجعنا لحضراتكم من جديد. معلش قطعتك بقى يا فضيله الشيخ. لا لا ولا يهمك. اتفضل يا فندم. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يرى ذلك فيضرب للصحابه معه، ارايتم هذه المراه، هذه الام ممكن ترمي منها في النار؟ فالصحابه قالوا لا يا رسول الله. قال لله ارحم بكم من هذه الام بولدها. على فكره الموقف ده بيحصل معانا في كل بيت مع كل ام. طبعا العام الدراسي ان شاء الله على الابواب، وربنا يحفظ ابنائنا وبناتنا في ظل هذه الجائحه. كل ام بتودع ابنها الصبح فطاره وشنطته ورايح الحضانه رايح المدرسه، واول ما بيرجع بتاخده حبيبي وتقبله. هي بتعمل نفس الام دي. فموقف ده بيمر علينا كل يوم. بس سيدنا النبي حابب يبين لنا مدى رحمه هذه الام بولدها ومدى رحمه الله جل وعلا بخلق. تعليم بالموقف والحدث، المناسبه اللي تيجي. زي ما اقول ايه، ده عيد ميلاد، ده عيد ميلادنا احنا نحتفل بعيد الميلاد. طب وما هي القيمه وما التي سترجع على الولد لما انا احكم له عيد ميلاد؟ طب ليه؟ فانا اخلي يبقى في قدوه، في مغزى في التربيه، ودايما اربطه بالقصص، وده شيء. طيب معانا اتصال تليفوني تاني. استاذ نادي رمضان محافظه الفيوم يوسف الصديق المشرط ابلي. اهلا وسهلا بيك يا استاذ نادي. استاذ نادي. الو. عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم تمام. يا ريت بس نقفل اسمعني بس من التليفون بس يا استاذ نادي معلش.
ماشي ماشي يا استاذ نادي. عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم، تمام يا فندم. اتفضل يا فندم، ايه المشكله اللي عند حضرتك يا فندم؟ الله يخليك يا باشا. ايوه سامر، هنوطي بس التلفزيون يا استاذ نادي، بس اسمعني من التليفون معلش. ماشي. ايوه سامر، مع حضرتك يا فندم، ايه المشكله اللي عند حضرتك يا فندم؟ والله المشكله اللي عند حضرتي، عندنا موضوع الصرف الصحي في القريه عندنا اللي هي المشرف دبلي. طبعا عندنا الوضع طبعا ما يرضيش اي حد. الصرف طبعا اتكلمنا كتير، وطبعا اتكلمنا مع كذا واحد مسؤول وبتاع، بس طبعا ما فيش استجابه للمطلب ده. احنا استاذ نادي برضو، انت كنت حضرتك تواصلت معانا عن طريق صفحه البرنامج، وكنت بعت لنا صور من داخل القريه يا فندم، الصور هتتعرض ان شاء الله قدام حضراتكم. ايوه يا استاذ عمر، فعلا الصور دي فعلا من المنطقه من حوالينا، والبلد كلها بالطريقه دي كده، يعني مش بيت ولا اثنين ولا 100 ولا 50، البلد كلها تعتبر عام على ميه جوفيه. يعني نظام الابيار او الخزانات اللي معموله في الارض طبعا لما بتتملي بالميه الجوفيه دي بتعلى عن نسبه الارض، فبتعلى تغرق الدنيا. يعني في عندك ناس سابت بيوتها ومشيت منها خالص. طيب حضرتك، بس اوضح لحضرتك المكان مره ثانيه، المشرق ابلي، مركز يوسف الصديق، محافظه الفيوم. مظبوط كده يا فندم؟ تمام يا استاذ. تمام. اتفضل يا استاذ نادي. طب ايه الاجراء اللي انتم قمتوا بيه يا فندم؟ الاجراء اللي احنا قمنا بيه ان احنا طبعا كل ما نروح مثلا محافظه ولا اي حاجه او نهايه الصرف الصحي يقولوا لنا ان احنا مش لاقيين حته الارض. مش لاقيين ايه يا فندم؟ حته الارض، عايزين الارض عشان ننفذ عليها المشروع. تمام. وطبعا نظام الاهالي هنا كله مستعد لو حته الارض دي اتوجدت ان كله يشتغل فيها، وكله يعني لان الناس كلها حاسه ان الموضوع ده فعلا يتنفذ، لان الناس تعبت على الاخر. تمام. طب انتوا بتتعاملوا مع المشكله دي ازاي يا فندم دلوقتي؟ اتعرف في خمس فدادين من اصلاح الزراعه في مزاد علني. وطبعا لما اتعرف المزاد علني، المزاد هو فجاه ما تمش، والناس كانت مستجابه ان هي تشتري مثلا خمس فدادين دول على الصرف كامل. بس. طيب انت عايز توجه صوتك لمين يا استاذ نادي؟ والله للمسؤولين، بس يجي يشوفوا الوضع على الطبيعه. وانت شايف حضرتك الصور اللي انا بعتها لك على الواتس، وانت شايف يعني ده يعني. طيب احنا برضو من هنا بنناشد السيد محافظ الفيوم طبعا النظر لقريه المشرك ابلي التابعه لمركز يوسف الصديق بمحافظه الفيوم، النظر لمشروع الصرف الصحي. طبعا القريه فيها عدد كبير جدا من السكان، ويمكن مشكله الصرف ديت من اكتر من 20 سنه وهم بيعانوا، على الرغم ان هو بالقرب اقل من 7 كيلو موجود الصرف الصحي في قريه الشواشنه، اللي هو يعتبر بينها حوالي 7 كيلو او 10 كيلو بالكثير جدا، من اكتر من 20 سنه، وطبعا في عدد كبير واتكلموا طبعا، وكان في اعضاء مجلس الشعب اثاروا هذا الموضوع. فاحنا طبعا من هنا بنوجه طبعا لمحافظ الفيوم الشكوى بتاع اهالي قريه المشرك ابلي. شكرا يا استاذ نادي. معلش فضيله الشيخ. طبعا احنا برنامج هو المجتمع بنحاول ان احنا نوصل صوت حضراتكم على ارض الواقع، ودايما برضو احنا عندنا صفحة البرنامج وعندنا رقم للتواصل، وزي ما حضراتكم شايفين احنا من كل المحافظات، يعني احنا مش بنختار حد يعني ايه بعينه، علشان خاطر ان احنا نحاول ان احنا نكون جزء من حل المشكلة، مش ان احنا نصدر المشكلة وخلاص. هرجع لحضرتك يا فضيلة الشيخ. اتفضل. تحت. طيب ليه احنا يا فضيلة الشيخ اخترنا مرحلة ما قبل الجواز عشان خاطر نتكلم عن تربية الابناء؟ طيب يعني بحكم بقى البرنامج طبعا بيحاول يعرض بعض قضايا الناس، انا اخترت المرحله ديت بسبب يتامى الطلاق، لان كثير يتامى الطلاق يتامى الطلاق، يعني ده التوصيف، يعني اليتيم من فقد اباه، والعجي من فقد امه اللي امه ماتت، واللطيم من فقد اباه وامه اللي ابوه وامه ماتوا، ده اللطيم. في نوع رابع الا وهو يتامى الطلاق، الاب والام عايشين ولكن هم يتامى. في قضايا الطلاق كل أم وكل أب السلاح اللي في إيديه، وخاصة النساء، وأنا لسه متحاملا ولكن هذا هو الواقع، يعني بتكلم عن واقع فيه، ويعني أنا حملت من كم من أباء كثيرين اللي أنا أحاول أوصل، وأستغل هذا المنبر إن احنا نناشد أهل التشريع، أهل الاختصاص، يا جماعة زي ما في فهيم يجب أن تصحح في قضايا الزواج والطلاق كناحة شرعية، يجب برضو قوانين يجب أن تصحح في قضايا الحضانة للأطفال وقضايا رؤية الأطفال.
أي أب في الدنيا. إحنا بنرسخ يا جماعة لأكبر كبيرة من الكبائر إحنا بنفعلها وبنرسخها في قلوب الأطفال منذ نعومة أذفاره ونحن لا ندري. الله جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاث؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله أو الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. طب فين العقوق؟ الأم اللي بتحرم الأب من ابنه علشان طلقني أو أنا خلعته فباخد الولد وأبقى أنا الأم الحاضنة، وتحرم الأب توريه له 3 ساعات في نادي أو في كافيه أو في مكان عام. حضرتك بتتكلم كده عن قانون الأسرة. هو هنا القانون، أنا مش بتكلم في القانون، يعني هو ده قانون أسرة يجب قانون. قانون أسرة يجب أن يصحح. يا جماعة ناس كتير يقول لك ما هو إحنا بعتنا للأزهر. أنا أتكلم عن دراية يعني، وكان أحد أساتذتي ودكاترتي كانوا هم القائمين على هذا المشروع وحاولوا يخرجوه بنسبة قرابة 90% موافق لأحكام الشريعة. في بعض الأحكام يجب أن تصح لأنها اعتمدت على بعض الاجتهادات والأراء، والاجتهاد في الأمور والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص. أنا لما ألاقي الناس بتستغل ثغرة في الشرع والدين فأنا عندنا قاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ألما ألاقي أم أو أب، الكلام للطرفين، ألا لا تحيز لمرأة أو رجل، يمنع الأطفال، الأب يمنع ابنه من أمه أو العكس، لأن دايما القضية في إيد الأم أكتر في حجب الولد أو البنت عن رؤية الأب. أنا هنا برسخ لهذه الكبيرة من العقوق. الابن الصغير الذي لا يدرك الآن غدا سيكبر وسيدرك المسألة. حاجة من اثنين: لا يلعن الأب أنت ليه ما سألتش عليا وسبتني فهيعق أباه، أو العكس ينهر أمه ويلعنها بسبب اللي أنت طلعت ظلمة، أنا كان المفروض أسأل عن والدي وأنت قعدت تقوليلي عليه كذا وكذا وكذا. أنا بناشد كل أم: اتقي الله تعالى، ستسألين بين يدي الله. أنا أناشد كل أب وكل أم بيقووا بنتهم على هذا. يا جماعة يجب أن يغير، يجب أن يبدل. إحنا لو عايزين فعلا نقلل نسبة الطلاق، أنتوا عايزين تطلقوا اتطلقوا، بس ألزم الزوج والزوجة بتربية الأولاد ولجنة مشرفة على تربيتهم. إيه ده؟ طب ما إحنا متطلقين عشان أنا مش طايق أشوف وشه، ده أنا مطلقة عشان مش قادر أعيش معاها، تيجي تلزمنا لأن نربي الولد؟ طب ما خلاص بقى، بدأ إحنا كده هنبقى الاتنين في وش بعض وهنقعد نربي الأولاد وإحنا الاتنين مشتركين مع بعض. طب ما أنا بلاها نطلق. القرآن بيقول إيه؟ أقول الله جل وعلا: قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. مين؟ الأب والأم، مش الأم لوحدها، لأن إحنا كما سنبين إن شاء الله في مراحلنا اللي في مراحل الأب لازم أن يكون له دور، محتاج الدور الأبوي هنا الرجل، وفي مراحل الأم محتاجها. فيا جماعة دي حياة مشتركة. فيا جماعة عملوا في الهند بيعملوا إيه لو الولد سيدنا النبي لما مات من الذي كفل؟ بتتكلم عن دور الأب ودور الام في تربيه الاولاد. انا مش في تربيه الاولاد اطلقوا زي ما انتم عايزين، وده ان شاء بس الله. بس انا اهم حاجه الطفل ده، والقانون ده يجب ان يغير، ما فيهوش مجاملات. انا اعمل اللي فيه مصلحه للطفل. دايما يسير الركب على اضعفنا، احنا اضعف حاجه عندنا واهم حاجه قره اعين كل اب وكل ام الاولاد. فانا اهم حاجه عندي الاولاد، ودي رساله من منبرك هذا من باب اللي احنا بنحل مشاكل الناس، فهذه رساله محمله من بعض الاباء الذين تضرروا من قانون الرؤيه وعدم الحضانه. ان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه ان شاء الله هنتكلم عن دور الاب ودور الام في تربيه الابناء ان شاء الله في الحلقات الجايه ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. فضيله الشيخ يعني عصام عثمان الباحث بالمعهد العالي للدراسات الاسلاميه، طبعا شرفتنا ونورتني. شرف لي يا استاذ عمرو. طبعا ارجو ان تكونوا قد استمتعتم بحلقه اليوم، على امل ان شاء الله ان احنا نلتقي بكم في حلقات اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.